السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أم آدم سعيد. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة وخاصة بشهر رمضان المبارك، عبارة عن بريوات كيجيو رائعين جدا. نقدروا يعني نديروهم في بلاصة الشباكية أو الفيلات، كيجيو رائعين رائعين. نتمنى أنكم تجربوهم إن شاء الله وتتبعوا الفيديو إلى آخره. ونمر الآن للوصفة. بالنسبة للمقادير فهي بسيطة جدا ولا تتعدى 10 دراهم. غادي نحتاج هنا البيضتان، هاد البيضة غادي نحاول وحدة هي اللي غناخد بها القياس ديال الزيت والماء. غنحتاج الماء دافي والملح، هنا عندي الروح ديال الفاني، يمكن لي نستعمل ايضا ساشي فاني. غنحتاج الزيت، الدقيق وخميرة الحلوى. بالنسبة للعسل غادي نحتاجوه باش غادي نغطسو البريوات ديالنا، هذا عسل ديال الدار يعني مصايب الدار، ان شاء الله ندرج لكم الطريقة في حلقة من الحلقات المقبلة. غادي نبدأ بالتحضير الان. اول شيء غادي ناخد البيضة، غادي يعني نعمل لها رأس من الفوق، لانني هذه هي اللي غناخد بها القياس ديال الزيت والماء كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. غادي نحاول نخوي البيضة ديالي على هذا الشكل هذا باش نحتفظ بالبيضة، بقشور البيضة مجموعين. اذا كما كتشوفوا هنا غادي نكمل وضع باقي البيض، البيضة اللي بقات لينا. بنفس البيضة اللي انا درت ليها الراس في الاول، غادي ناخذ القياس ديال الزيت 2 مرات، يعني الى درنا 2 بيضات نعبروا الزيت 2 مرات، درنا بيضة واحدة نعبروا الزيت مرة واحدة، 3 المرات يعني، وهكذا ونعملوا 2 مرات من الزيت، ثم مرتين من الماء الدافئ. ايضا يمكن لكم ديروا ايضا الماء بارد، لان هنا خميرة ما عندناش خميرة تجين. غادي نعبر 2 مرات، نحاول نعبر خارج الاناء باش ما يعني ما تعطينيش اكثر من بيضة. اذا هنا عندي مرة واحدة، وغادي نضيف. هاد الوصفة فهي متوارثة عندنا ابا عن جد، كتجي رائعة جدا وهي من اقتراح الام ديالي. هنا غادي نوضع الفاني كما قلت لكم، يمكن لكم تعوضوه بالساشي، الساشي ديال الفاني احسن الى عندكم. انا ما بقاش عندي هنايا، لهذا استعملت نكهة الفاني. غادي نخلط المكونات بطراب يدوي، من بعد غادي نضيف الملح. مع التطراب دائما هنا غادي نضيف الان، نبدا باضافه الدقيق ثم خميره الحلوى مع التخلاط. هنايا كنخلط لان العجينه ما غتكون سائله، لهذا فانا كنخلط بالطراب اليدوي. يمكن لكم تستعملوا ايضا ايد اليدين، هنا غادي نكتفي بالطراب ما بين ما تجمعات لي العجين، من بعد غادي نستعمل اليد باش نجمع الخليط. نكمل بهذه الطريقة حتى كنجمع العجينة. اذا تقريبا هنا كملت الدقيق، غادي نجمع العجينة على هذا الشكل هذا حتى كنحصل على عجينة لينة كما كتشوفوا في الفيديو. عجينة كتكون رطبة ولينة، تجي يعني رطيبة. غادي نحاول ندلكها قليلا فقط باليد ونجمع العجين على هذا الشكل هذا. اذا كما كتشوفوا الان فهو العجين اصبح واجد. هنا كفاتني تقريبا زلافة كبيرة ديال الدقيق، ما بين 250 حتى 350 غرام. غادي ناخذ الطاوه او صينيه فاش غادي نوضع العجين، غادي ندهنها بالقليل من الزيت. هنا غادي نبدا بتحضير كويرات صغيره او حبيبات صغيره جدا،
يمكن لكم ديروهم اصغر من هذا الشكل اللي عندي في الصورة او الفيديو، يمكن لكم تصغروهم عليهم او ديروهم كبار عليهم على حسب الاختيار ديالكم. الان غنبدا بتحضير الكويرات حتى كنتهي ان شاء الله. انا من بعد ما انتهيت غادي ناخذ الزيت وغادي ندهن الكويرات ديالي من الفوق باش يعني يرطابوا لينا. من بعد غادي نغطيهم ببلاستيك غذائي وتنخليوهم يرتاحوا، يعني عاديين نغطيهم بمنديل ونخليوهم يرتاحوا 15 دقيقه وندوزو باش غادي ان شاء الله نوريكم طريقه الطهي. اذا هنا وضعت الزيت سخن من بعد ما ارتاحوا لينا الكويرات، وضعت الزيت سخن ان شاء الله غادي نخلي لكم طريقه الطهي مع الام ديالي، ونتمنى انكم تشوفوا وتركزوا كذلك. هنا كنبسطوا العجينه بهذا الشكل هذا، ماشي مشكل انها تثقب لينا، فمجرد اننا كنوضعوها طيب ما تتبانش نهائيا كتنفخ. غادي نوضعوها في زيت سخونه جدا وغادي نوضع فوق منها الزيت، غادي نرش فوق منها الزيت بهذه الطريقه هذه، وغادي نطويوها على شكل بريوات يعني نشدوها من القنت، ديك القنيته اللي كتكون مسدوده هي باش تنشدوها. غادي الان غادي نوريكم ايضا طريقه اخرى مرة ثانية باش يعني توصلكم الطريقة. غنوضعو الدائرة، غادي نرشو عليها الزيت حتى كتنفخ، كتبان لينا تنفخات. من بعد غادي نبداو بالطي ديالها. هنا الطي كتجي صعيبة شيئا ما، لكن غادي تولفو ان شاء الله. ملي غادي نطويوها غادي نثبتوها في داك الرأس ديال البريوة باش انها غادي تنفخ لينا وتعطينا شكل وردة كما كتشوفو. اذا من بعد ما تحمروا لينا البريوات كنغطسوهم في العسل، حتى كيشربوا العسل مزيان. كنكون وجدنا صفايه غادي نديرو تحت منها تبصيل طبيعه الحال باش غادي تسقط لنا العسل اللي ما غاديش يحتاجوها البريوات. والان غادي نزولوا البريوات من العسل كما كتشوفوا، فكتعطيهم داك الشكل الذهبي. يمكن لكم تحمروهم على هكا او لا تخليوهم يعني فهما دغيا كيطيبوا، وكنوضعوهم في الصفايه ونكملوا ديال الطهي باقي البريوات ان شاء الله، وندوزوا لطريقه التزيين. هنا كما كتشوفوا البريوات ديالنا موجودو، كما كتشوفوا كيجيو منفوخين قرمشين رائعين جدا. الان غادي نبداو نزينوا فيهم. هنا التزيين فيمكن لكم يعني تبدعوا في التزيين. هنا اختاريت اني ندير لكم الزنجلان والقليل من اللوز مهرمش، يمكن لكم ديروا كاوكاو مهرمش ايضا كيجي رائع. هنا غادي ندير لكم جوج الانواع ديال التزيين. اذا النصف غادي نوضع عليه اللوز مهرمش او مطحون يعني نصف طحنه، وغادي نوضع ايضا القليل من الزنجلان. هنا اختاريت لكم يعني هاد الزوج باش تكون لكم نتوما حريه الاختيار في التزيين، يمكن لكم ديروا الزنجلان فقط كيجي رائع جدا. والبريوات ديالنا ها وجدوا كما كتشوفوا كيجيو غزالين.
منفوخين مقرمشين، وكما قلت لكم ما تيخسروش نهائيا، يبقاو عندكم حتى شهر، فقط انكم تسدوا عليهم في سطل، يعني طريقه ديال الشباكيه، تسدوا عليهم في سطل، ديروا بلاستيك غذائي ان شاء الله. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكما العاده تبارطاجيو القناه وتدعيو الاصدقاء ديالكم للاشتراك في القناه باش تكبر ان شاء الله. تشجعوني على تقديم اجمل الوصفات، وكما العاده كنقول لكم السلام عليكم، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.